بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، احنا ذكرنا في فيديو أو فيديوهين كيف احنا نحذف التطبيقات الغير مرغوب فيها. كان الفيديو الأول وهو حذف تطبيقات البلوتوير والتطبيقات المكررة وتطبيقات المصنع الغير ضرورية عن طريق البي سي، وفي فيديو ثاني رفعناه وهو عملي حذف تطبيقات البلوتوير والتطبيقات العنيدة بشكل احترافي من الهاتف فقط. تمام، هذه الأمرين كلها في كثير من الأخوة والأخوات اشتكوا، قالوا احنا ما نفهم في هذه الأمور ولا نفهم في هذه الطرق ونبغى طريقة بسيطة. طبعا هذه الطريقة ما هي طريقة حذف ولكنها طريقة تعطيل. نبغى نتكلم اليوم عن الجواهر الموجودة في التاج الخاص بنظام الأندرويد. أحد هذه الأمور وهو البرمشن الخاص بتعطيل البطارية في الخلفية. هذا البرمشن قوي جدا لدرجة أنك إذا فعلته التطبيقات اللي أنت ما تبغاها تشتغل فهي ما راح تشتغل نهائيا. مجرد مثلا خروجك من التطبيق خلاص يوقف وما عاد يشتغل نهائيا. فلو احنا نيجي مثلا ونشوف عرض التطبيقات ونشوف مثلا التطبيقات غير المفعلة، تمام، فلنفرض انا عندي هنا بعض التطبيقات غير المفعلة وانا اصلا ما ابغى افعلها ولا استخدمها اصلا. مثلا عندي هنا الخرائط، علشان انا مثلا اقيد عمل هذا التطبيق واحرمه من انه يشتغل بشكل يعني مباشر، لانه احيانا تشتري هاتف وتلقى فيه تطبيقات انت ما انت محتاجها، واذا حاولت انك تحذفها برضو ما راح تنحذف معك بالطريقة العادية، او مثلا اذا حاولت الغاء تثبيتها ما راح تم الغاء تثبيتها بالطرق العادية. الطريقة هذه هي راح تضمن لك ان التطبيق ما راح يشتغل في الخلفية وما راح يشتغل نهائيا. اول حاجة انت تسويها مثلا انك تسوي له فرض ايقاف او تعطيل، تمام، او مثلا اذا ما هي ظاهرة هذه الخيارات مثلا تفعيل او فرض الايقاف. اخر حاجة عندنا الاعدادات المتقدمة، ندخل عليها ونروح الى خانة البطارية واقول له هنا قيد لي التطبيق في الخلفية. يا سلام، خلاص انا كذا اقيده، التطبيق ما راح يشتغل مره ثانيه نهائيا. بروح لبيانات الهاتف المحمول اذا كانت شغاله، اللي هي تمكين استخدام البيانات الهاتف المحمول الخلفيه، انا اقول له عطلها. هذه الطريقه راح تحرم اي تطبيق كان، اي تطبيق كان، سواء كان تطبيق متقدم، سواء كان تطبيق احترافي، سواء كان تطبيق يعني مالوير تجسس، اي حاجه، اي تطبيق. اما انت تعطل خيار تشغيل البطاريه في الخلفيه، التطبيق راح يوقف نهائيا وما راح يشتغل الا اذا انت دخلت على التطبيق. ما دام ان التطبيق معطل البطاريه في الخلفية فالتطبيق ما راح يشتغل نهائيا. هذه الطريقة جدا بسيطة للأشخاص اللي ما هو فاهمين يعني التطبيقات هذه كلها اللي احنا ذكرناها، او مثلا الطرق الكثيرة اللي احنا ذكرناها، سواء كان الفيديو الاول اللي هي حذف تطبيقات البلوتوير والتطبيقات العنيدة بشكل احترافي، او حتى مثلا الفيديو الثاني اللي نحذف فيه تطبيقات البلوتوير عن طريق البي سي او عن طريق اللابتوب. برضو الأشخاص اللي ما هم عارفين لهذه الطريقتين كلها، هذه الطريقة جدا سهلة، وهي انك تروح للاعدادات وتروح للتطبيقات وبعدين عرض التطبيقات وتختار التطبيق اللي انت مثلا ما تبغى يشتغل، تمام، وتروح على اعدادات متقدمه وتروح البطاريه وتقول له قيد لي التطبيق في الخلفيه بحيث انه ما يشتغل مره ثانيه. هذا الشرح جدا بسيط، وهذا البرمشن جدا قوي بحيث انه يمنع التطبيق انه يشتغل او يسحب بيانات او يسوي اي حاجه مثلا في جهازك وانت ما انت عارف. ختام النهايه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.